السلام عليكم الزول فلون، تحية حطيرة نبعثها للجميع عبر قناتكم كهنة جورج راكويزين. نتمنى حظ موفق لكل مترشحي شهادة البكالوريا، يا رب إن شاء الله يتوفقوا في هذا الامتحان، يفرحوا أكيد تفرحوا معهم. اليوم بإذن الله حنحضروا خبز البريوش بالبيض بسميد والفرينة، مقادير جد بسيطة، والنتيجة كما لاحظتوا في الفيديو روعة، خفيف وهش ولذيذ جدا ويكون منسم. حين كيلو بهذا الكوب تاع 170 مليلتر، نحضروه بزوج كيسان فرينة أو طحين أبيض مع نصف كوب سميد ناعم أو لاسمولفين مع كاس إلى ربع سكر حبيبات مع ربع كوب زبدة تكون ذوبناها وخليناها تبرد. يعني نعيد المقادير: 4 حبات بيض، زوج كيسان أو زوج أكواب تاع 170 مليلتر عفوا من الطحين الأبيض، نصف كوب سميد ناعم أو لاسمولفين مع كاس إلى ربع سكر حبيبات وكاس ربع كوب من الزبدة الذائبة. وأكيد رايحين نسمو هذا البريوش. أولا دون زان ريسيبيون نحطو البيض تاعنا اللي يكون بحرارة المطبخ بحجم كبير من الأحسن. إلى البيض تاعكم صغير ديرو 5 حبات. في الأول نخدمو بالخلاط الكهربائي، يعني نخلطو جيدا أو نذوبو تماما السكر مع البيض حتى نتحصل على خليط رغوي. هنا هذا البريوش راح نحضره بالخلاط الكهربائي، ولكن إذا كان ماشي متوفر عندكم خدموه بالخلاط اليدوي أيضا نفس الشيء. هذا البريوش يوجد في وقت قياسي أو وقت سريع جدا، يعني ما يحتاج دلك ولا وقت اختمار. هنا نضيفه بالتدريج الزبدة تاعنا أو المارغرين بعد ما ذوبناها وخليناها تبرد. أكيد نخلي لكم المقادير بالكوب والغرام خلال هذا الفيديو. نواصلوا بالخلط دائما بالخلاط. بعد ذلك نضيفوا المنسم، هذا يقعد اختياري. تقدروا تنسموا البريوش تاعكم بالفانيليا، أنا فضلت النعناع اليابس، صدقوني روعة، خاصة إذا كنتوا رايحين تاخذوا هذا الكيكة أو هذا البريوش بالشاي، يعني روعة كما قلت. يمكن الاستغناء عليه ونسموه فقط بانفالينيا او بمبشور الليمون. هنا نضيف الكوب الاول من الطحين الابيض، قلت لكم هذا الكوب يرفد 170 مليلتر مع 10 غرام خميرة الحلويات او البيكن بودر. هنا نواصلوا الخلط، هكذا تنسجم معنا الخميرة والفرينة مع السوائل. بعد ذلك نضيف الكوب الثاني، هنا بالغرام 200 غرام طحين أبيض أو فرينة. بعد ما خلطناه جيدا هنا نضيف السميد الناعم كما قلت نصف كوب، يعني بالغرام 50 غرام مع خميرة الفورية. إذا كان الجو بارد نديرو ملعقة كبيرة، إذا كان الجو حار نكتفيو بالنصف. نواصلو في الخلط، كما قلت نخلي لكم المقادير المكتوبة بالعربية والفرنسية خلال هذا الفيديو. مكنا دراتي سماثين لعوسيتك إن شاء الله سخمارة تخديكسيون ستقفاليث أو سيت بيبليات قوسين ديث دون. هنا عندي في الأخير نضيف 100 غرام ياغورت طبيعي أو الزبادي، من الافضل يعني الا ما كاش متوفر عندكم عوضوه بالحليب، ولكن الى ضفتوا الياغورت يكون احسن. الوزن 100 غرام. نواصلوا في الخلط، اكيد بهذا الاضافه تحصلوا على بريوش رائع خفيف كما لاحظتوا، ويكون مهوي ابدا، يجيكم معجن ويحافظ على الطراوه. وفي الاخير نضيف نصف ملعقه صغيره ملح، ما تكثروش، ونواصلوا في الخلط. لاحظوا النعناع اليابس كيفاش راه يبان في العجينه، يعني روعه. هنا خلاص كملنا. في هذه الاوقات تكونوا شحلتوا الفرن في درجه حراره 180 190 درجه. هنا عندي المول تاعنا بعد ما دهنتو بالزبده
والفرينة، فرغوا يعني الخليط تاعنا. هنا اي مول عندكم دائري او مستطيل او مربع، انتما على حساب الرغبة. بعد ذلك ناخذ صفار بيضة واحدة مع قليل من القهوة، قهوة السائلة، نخلطها هكذا جيدا، هكذا نتحصلوا على لون جميل. هنا ما ينفعش نخدمه بالبنسو، فقط بالملعقة بحذر، بما انه كما لاحظتوا العجينة ذات قوام السائل. ديروا كامل الكمية، صدقوني هذا البريوش من اروع ما يكون، يعني تاخذوا به القهوة تاع العصر او حتى قهوة تاع الصباح، لذيذ جدا. ها هي النتيجة، ونحطها مباشرة في الفرن. ها هي، لاحظوا اللون يعني من اروع ما يكون، خفيفة بزاف، يعني هكذا سخونة حين ديموليو البريوش تاعنا. هنا لكنا الاختيار المربى، الى عندكم المربى او العسل. هنا عندي ناباج منزلي، سبق ان حضرنا الوصفة مع البعض، نخلي لكم الرابط تحت هذا الفيديو، يعني ناباج منزلي او لاجولي، يعني من اروع ما يكون، ناجح جدا. اي مكسرات يعني التزيين هنا يبقى اختياري، بالجوز او باللوز او جوز الهند او حتى الجلجلان، حتى الى ما عندكمش هذا المكسرات احتفظوا به فقط بهكذا، يعني فقط طبقة من المربى او النباج. بعد ذلك نكملوا عليه بالسكر الناعم. هي النتيجة، يعني بريوش خفيف جدا، يعني بهذا المقادير البسيطة تحصلنا على خبزة من اروع ما يكون، خفيفة جدا. لاحظوا، لاحظوها من الداخل. نتمنى تجربوا الوصفة وتعودوا توليو الفيديو وتخلونا تعليق، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج. إذا كان الفيديو نال إعجابكم، ونقولكم السلام عليكم.